اهلا بيكم. النهارده حوار شديد الاهميه، لان احنا يعني من المرات القليله جدا نتكلم فيها عن الجلوكوما او الميه الزرقاء. انا بس عايز في المقدمه نطلع بنتيجه واحده، الميه الزرقاء حاجه والميه البيضاء حاجه تانية خالص خالص. محدش يقول لي الميه الزرقاء دي يعني الميه البيضاء كانت في الاول وبعدين قلبت بعد كده ميه زرقاء، ده الكلام ده يبقى انت يعني بتقول يعني كلام يعني تخريف تماما، ده مش طب، مش حقيقه. الميه الزرقاء شيء مختلف تماما عن الميه البيضاء تماما. وهسال ضيفتي يعني عن حقيقه الصوره اللي جايه دي، لان الصوره اللي جايه دي يعني مرعبه اكتر منها علميه، بس خليها نبقى نفهم الصوره دي واقعيتها ايه، ودي برضه هنفهم واقعيتها ايه. بس الميه الزرقاء انا عايزكم تحفظوا بقى، الميه البيضاء دي مشكله في عدسه العين، عدسه العين فيها مشكله، دي الميه البيضاء. الميه الزرقاء دي مشكله في ممرات التي تمشي فيها الفلويد او السائل بتاع العين. يبقى واحده مشكله في العدسه اللي هي البيضاء، والثانيه دي مشكله في الممرات اللي بتطلع سائل العين. نحفظ تاني، مشكله في العدسه، مشكله في الممر. العدسه لو فيها مشكله عتامه دي ميه بيضاء، قصه تانية خالص اللي هنتكلم عليها النهارده، الجلوكوما او الميه الزرقاء. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي العزيزه، الاسم المتميز في هذا المجال طبعا، اللي بتسعدني بحوارها العلمي الراقي جدا، الاستاذه الدكتوره نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون ومدرس طب وجراحه العيون وصاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والمجلس العالمي للطب وجراحات العيون والجمعيه الامريكيه والاوروبيه للطب وجراحات عيون الاطفال. اهلا بيك يا دكتوره نرمين، منوراني. اللي انا قلته في الاول صح؟ تماما تماما. الناس عشان بتلخبط بين الميه البيضاء والميه الزرقاء. هي الميه البيضاء زي ما حضرتك قلت كده، احنا عندنا عدسه العين، الطبيعي ان عدسه العين دي احنا بنتولد بيها، هي عباره مش جسم صلب، بيبقى عباره عن كيس شفاف جواه سائل، والسائل ده برضو بيكون شفاف. لو حصل مع الوقت، احنا مع الوقت ومع السن زي ما شعرنا بيبيض، زي ما الجلد بيحصل فيه تغيرات، عدسه العين بيحصل فيها تغيرات، بيبتدي السائل اللي جوه الكيس دوت يبتدي يتصلب شويه، بيبتدي يحصل فيه نوع من انواع العتامه، وبالتالي ده اللي احنا بنسميه المياه البيضاء. بالنسبه للميه الزرقاء او المياه الزرقاء او الجلوكوما زي ما احنا شايفين في الصوره كده، احنا العين دي لو بصينا لها هي عباره عن كوره او بالونه. ايه اللي بيخليها دايما منفوخه كده؟ ان جواها سائل. في الجزء الخلفي زي ما احنا شايفين الجزء الكبير من الصوره ده، او الجزء الكبير الابيض اللي ورا ده، حاجه اسمها السائل الزجاجي او الفيتريوس، اللي بيملى الجزء الخلفي من العين ويخليه دايما منتفخ. الجزء الامامي الصغير اللي عباره عن الحجره الصغيره الاماميه ديت، في جزء سي سائل بيتكون في الجزء الخلفي للعين، بيعدي عن طريق فتحة إنسان العين أو فتحة في الحدقة للجزء أو للخزانة الأمامية في العين عشان يحافظ عليها برضو مفتوحة ومنفوخة. بس السائل ده مش زي السائل اللي في الجزء الخلفي ثابت، السائل ده على طول على طول في دورة مستمرة، هو بيتكون يعدي من حدق العين يدخل في زوايا العين، يتم امتصاصه لغاية ما يوصل للأوردة ويختفي ويتكون غيره، ويتم امتصاصه ويتكون غيره. لو حصلت مشكلة في دورة المياه دي أو في تصريف هذا السائل، بيفضل يتجمع جوه العين، وزي أي بالونة أو كرة لو قعدنا ننفخ فيها الضغط اللي جواها بيزيد، وبالتالي بيحصل ما يسمى بارتفاع ضغط العين أو الجلوكوما أو المياه الزرقاء. هل ممكن المياه الزرقاء تيجي في الأطفال؟ طبعا. المياه الزرقاء من الأمراض الخطيرة جدا إن هي تصيب الأطفال. عامة في أنواع من المياه الزرقاء اللي بتصيب الأطفال على حسب الفئة العمرية بتاعتهم. في المياه الزرقاء الخلقية اللي بتبقى موجودة منذ الولادة، يعني الطفل بيتولد وهو عنده مشكلة ما بتصيب الممرات دي أو بتصيب دورة المياه اللي بتحصل جوه العين، وبالتالي بتؤدي لارتفاع ضغط العين. او في حاجه بنسميها الانفانتايل او مياه الزرقاء في الرضع، في الاطفال من سن اقل من 3 سنين.
وفي بقى ما بعد سن 3 سنين لغايه 16 سنه، ودي اللي بنسميها الجوفونايل او الطفوليه، الجلوكوما الطفوليه او المياه الزرقاء الطفوليه. بغض النظر عن اختلاف المراحل العمريه، في كل مرحله من دول بيبقى في ارتفاع في ضغط العين، وده بيصيب الطفل. يا اما في حاجه اسمها البرايمري جلوكوما اللي بتيجي لوحدها ما بيبقاش ليها مسبب، او بتبقى سكندري نتيجه لامراض اخرى زي اي مرض في الجسم، يا اما بينشا لوحده زي الضغط العادي بتاع الدم، في عندنا ضغط دم ابتدائي، او نتيجه امراض في الكلى او يعني امراض تانية بتصيب الجسم بالظبط كده. الصور اللي نزلت في الاول اللي احنا نزلناها في المقدمه في الاول، هل هي ديت الجلوكوما؟ دي أعراض من الأعراض اللي بتصاحب مرض الجلوكوما. ممكن تبقى أعراض لأمراض تانية. هو اللي احنا شايفينه عندنا عتامات في القرنية، يعني احنا اللي شايفينه دلوقتي طفل القرنية بتاعته فيها عتامة. طيب السبب ده ايه؟ ممكن يبقى نتيجة إصابة القرنية نتيجة ارتفاع ضغط العين، لأن القرنية دي هي برضو احنا لو حبينا نعرف ايه القرنية، احنا لو لابسين ساعة الجزء الزجاجي الامام ده اللي احنا بنشوفه البني ده هو الداخل بتاع الساعه اللي عليه الارقام، لكن الجزء الامامي او الجزء الزجاجي ده قرنيه العين، فهو غشاء من الاغشيه المحيطه بالعين. لما بيتمدد زياده عن اللزوم نتيجه الضغط بيحصل فيه تقطعات، بيبتدي السائل ده ينفذ عن طريق هذه الجروح اللي في القرنيه ويسيبها بالعتمات زي ما احنا شايفين كده. وبالتالي اللي احنا شايفينه ده من اعراض ارتفاع ضغط العين في الاطفال، او من اعراض الجلوكوما في الاطفال. هل في اسباب تانية؟ يعني في كوزز تانية تخلي في جلوكوما تيجي في الاطفال، وزي الام بتعرف تشك؟ الاسباب اللي ممكن تسبب جلوكوما في الاطفال زي ما احنا قلنا، يا اما ابتدائيه يا اما ثانويه نتيجه امراض خلقيه او نتيجه اصابات في العين. ممكن يبقى في اصابات اثرت على المصاريف او المجاري اللي احنا بنقول عليها ديت، او اثرت على القزحيه، او اثرت على القرنيه. ازاي الام تعرف؟ زي ما احنا شايفين كده، من الحاجات الملاحظه قوي في الجلوكوما ان احنا نلاقي عين اكبر بكتير من العين الثانيه. مجرد ما الام لاحظت ان في فرق في حجم العينين، لان في عندنا عين عماله تتنفخ وتكبر، والعين الثانيه في حجمها السليم. الغريب ان في الحالات اللي زي كده الام بتبقى معجبه بالعين الكبيره، بتبقى شايفاها دي عين كبيره وواسعه وجميله، لكن العين الثانيه الصغيره دي ما بتبقى، يعني هي جايه تشتكي من العين السليمه ان هو ليه عينه دي صغيره كده، هي ليه مش زي العين الثانيه. في برضو حاجات تانية بتبقى بنشوف بيها المياه الزرقاء في الأطفال، إن يحصل كتير قوي دموع في العين عند الطفل، عينه عمالة تدمع باستمرار، أو إن يبقى عدم قدرة على إنه الطفل ده عمال يعيط كتير، مش قادر يفتح في النور، مش قادر يشوف. وبالتالي الأم لو شافت أي حاجة غير طبيعية في عين الطفل أول ما يتولد أو في أي وقت، لازم على طول توديه للدكتور، لأن سبحان الله من رحمة ربنا بالأطفال، ولأن الطفل ده مش هيشتكي زي الكبير. يعني هي إيه أعراض المياه الزرقاء في الكبار؟ ألم في العين، صداع مستمر، ممكن مع الوقت على حسب نوعها يحصل زغللة أو ما يحصلش، يحصل مضاعفات أو تبقى زي ما احنا بنقول كده مرض صامت بيأثر على مجال الرؤية بالتدريج لغاية ما يختفي. لا، في الأطفال ما بيحصلش كده. ليه؟ لأن عين الطفل دي فيها مرونة more elastic عن العين الإنسان الكبير. وبالتالي هي كل ما بتتملي عمالة تنفخ، عشان كده بتكبر. الإنسان الكبير لما بيجيله مياه زرقاء أو جلوكوما عينه ما بتكبرش، هي خلاص ستيف وثابتة، فبيحصل ضغط جامد قوي. طبعا أنا لو عندي حاجة بتستجيب للضغط وبتكبر، الضغط جواها ما بيبقاش زي حاجة صلبة ثابتة، عمال الضغط جواها يزيد. فبيحصل إيه؟ الضغط لما بيزيد بيدور على المنفذ الوحيد، مدخل العصب البصري للعين، فبيضغط عليه، بيسبب في الكبار بسرعة ضمور في العصب البصري. في الأطفال الموضوع ده بيحصل بطريقة أقل، أو الريت أو التمدد في العين ده بيحصل بسرعة أقل، وبالتالي تأثر العصب البصري في الأطفال بيحصل بأقل من ما يحصل في الكبار لو اتلحق الطفل ده بسرعة. عشان كده بنقول لو الأم فعلا لاحظت في عين طفلها أي حاجة غير غريبة، لازم على طول توديه لطبيب متخصص، طبيب عيون أطفال، علشان يقدر يشوف إيه المشكلة في عين الطفل ده ويتعامل معها بسرعة. كلنا عارفين
ان الميه الزرقاء حاجه خطيره، بس عايزين ننقل للناس ايه خطوره ان تترك حاله ميه زرقاء، ايه المضاعفات اللي هتحصل. هو المشكله ان زي ما يعني الطفل الحمد لله في حاجه بتنقذه ان العين دي بتتمدد، لكن للاسف بالذات في الطفل في مشاكل من المياه الزرقاء اكتر منها في الكبير. يعني لو كان في ضغط على العصب البصري كمان، المشكله ان هو زي ما احنا قلنا ممكن يسبب عتمات في القرنيه، ممكن يسبب ان مع الوقت القرنيه دي نضطر ان احنا ما يبقاش الطفل ده بيشوف فيها فيعمل كسل في العين فيعمل مشكله في الرؤيه، فالعين دي في النهايه بيتم خسارتها تماما. والمشكله انه على عكس الكبير الاطفال صعب جدا حتى لو في عندهم مشاكل في القرنيه ان هم يتعمل لهم ترقيع قرنيه. لا الرقعه او الباطن اللي احنا بنقول عليه اللي احنا بننقله من عين لعين بيبقى مناسب للاطفال، بالاضافه لان جهازهم المناعي ناشط جدا بيرفض اي جسم غريب يتحط فيه، وبالتالي بيبقى صعب ان لو حصلت مشكله في قرنية الطفل نتيجة المياه الزرقاء دي ان انا انقذ الرؤية في العين دي، لان احنا دخلنا في كاسكيد او في فيشس سيركس اللي بنسميها الحلقة المفرغة من عتامة كسل فصل العين، بالاضافة طبعا لان ضعف العصب البصري او الضغط على العصب البصري ده بيبقى مؤلم جدا، ومع الوقت لما بيحصل ضغط شديد على العصب البصري بيحصل ضمور في العصب البصري، وحتى الآن لم يتم اكتشاف علاج لضمور العصب البصري على عكس برضو ما بيتم ترويجه. يبقى القاعدة الأساسية في طب الأطفال الكشف المتكرر أو الكشف الدوري. ده كلام مهم قوي. الدوري يعني الكشف، مش قصدي الدوري العام، لا الدوري العام معروف فين، أنا بتكلم على الكشف الدوري. نورتيني وشرفتيني. شكرا جزيلا. ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتوره نرمين بدوي استشاري الطب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والمجلس العالمي للطب وجراحات العيون والجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لطب الاطفال وجراحات العيون الخاصه بالاطفال. دايما كانت منوراني في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. مجال الانوريكتال سيرجري او جراحات المستقيم او جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي ده اسمه اللور جي اي تي. الناسور عباره عن فتحات موصله ببعضها بتراك. اذا قلنا ان هو جنب الشرج فنسميه ناسور شرجي. اذا قلنا ان هو في المنطقه السفلى من الظهر عند منطقه العصعص فنسميها ناسور عصعصي. اذا جه عند السره فنسميه